السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جبالكم الشقق ايجار يا قديم، عقد 59 سنة، تسليم فوري بالمرافق. لو الاستلام على الطوب الاحمر هيبقى المقدم من 8000 ل 15000. لو تمن تشطيب يبقى في برج اسانسير 3 وصالة متشطبة سوبر لوكس، هيبقى 70000 و850 او 900 ايجار شهري. اما الاتنين وريسبشن الايجار الشهري 750 او 800 جنيه، والمقدم من 55 ل 65000 سعر التشطيب. وفي شقق لسه على المحارة بتدفع 28000 الى 40000. وفي نص تشطيب شامل سيراميك 45000 او 50000، ويوجد اسعار تانية حسب العرض والطلب. المكان فين؟ مجمع ابراج سكني متفرع من الطريق الدائري تالت سلم دائري بعد مترو المرج الجديدة، منطقة المدارس الخاصة بعد شارع السوق التجاري. للاستعلام على الرقم 011-47-47-48-28، 011-47-47-48-28، اتصال فون او على الواتس. وده صاحب العقار، صاحب الشقة، مش وسيط او سمسار. اللي هيتصل بيه هيديله صور وفيديوهات تانية لشقق تانية، يتفرجوا وياخدوا يعني تاخدوا فكرة يعني وكده. وكملوا الفيديو للآخر عشان هنزل لكم صور لعينة يعني للشقق اللي عند الحاج محمد مكي. كملوا الفيديو للآخر، واللي شاف قناتي أول مرة أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واللي عجبه الفيديو يلايك ومشاركة للفيديو علشان الفيديو ترفع ويوصل لناس كتيرة يستفادوا من العروض ديت. كملوا الفيديو للآخر وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.